اروح دمياط معايا طيب قبل دمياط تعالوا ناخد الصحفي الاستاذ محمد ابو علي من موقع فيتو، وهو تابع هذا الملف وهو اللي مصور المقطع. استاذ محمد مساء الخير وشكرا للمشاركه معايا. مساء النور يا فندم، شرف ليا طبعا انا موجود. الله يخليك استاذ محمد. برضو ممكن لو عندك مزيد من التفاصيل او المعلومات كلمنا مع الاكاديميه علشان على اساس ان احنا ناخد الخبر من مصدره ونمنحهم الفرصه ان هم يتواصلوا معانا. رفضوا خالص يتدخلوا، فيا ترى معلوماتك ايه؟ وده اللي انا حاولت اعمله. يعني احنا اول ما جالنا الخبر زي ما قلت في الجورنال عرفنا بالواقع. كان في صحفي زميل لينا توجه بسرعه للمقر الاستاد القاهره، مقر حمامات السباحه هناك في الاستاد. وللاسف الامن حاول يمنعه، منعوه ان هو يصور اي حاجه او يعني يخش يسجل جوه او يعرف ايه الكواليس او ايه اللي حصل. انا عرفت طبعا ان هم مانعينه، فخرجت على طول من الجورنال من العجوزه رحت استاد القاهره. برضه كانوا حاولوا يمنعوني، بس انا يعني عرفت كده بطريقه ما ان انا يعني دخلت ونطيت من مدرج كان فيه بطوله جمهوريه للسباحه. عملت ان انا مشارك في البطوله او حد يعني من قرايبي يعني، وقدرت انط من مدرج لمدرج تاني لحمام السباحه اللي هو كان مقفول، كان المفروض عاملين زي كوردون امني كده ما يخشش. انا كل ده عايز اعمل الموضوع راي عام، لان زي ما حضرتك قلت من شويه ان الموضوع فيه اهمال جسيم، وتخيلت ان ممكن يكون ابني او اخويا او طبعا اي حد هو في الموقف ده الاهمال يحصل معاه اللي حصل، ويعني ويكون هو مكان الولد اللي هو محمد يعني. فصممت ان انا اصور كل حاجه واوصل للي حصل بالظبط. عرفت ان الولد يعني كان في حمام السباحه من امبارح 9 الصبح مش من النهارده، وغرق وفضل موجود في الحمام من 9 الصبح لحد النهارده الساعه 10 الصبح. لقوا الجثه بتاعته يعني طفت كده على وش الميه، طبعا الجسم اتملى ميه. يعني محمد عايز تقول لي انه 24 ساعه كامله يعني وهو ميت في قاع الحمام جثه هامده ولم يكتشف حد اي شيء عن هذا الموضوع؟ الكارثه ان حمام السباحه ده اصلا حمام غطس، فالحمام الغطس بيبقى عمقه كبير قوي. فالولد الظاهر هم اللي عرفته كمان من احد شهود العيان هناك، كان في سيده فاضله واقفه قالت يا جماعه انا كنت واقفه وشايفاهم بيرموا اربعه وخمسه ورا بعض، يعني بيخلوهم عشان انت عارف هو مأجر ساعتين ومعاه اكتر من 320 ولد او حاجه 200 وحاجه ولد مش فاكر بالظبط الرقم، بس الرقم كان كبير جدا. فان هو يدي الفرصه للناس دي كلها تعمل غطسه، يعني هو الساعتين ما كانش هيلحق ان ينزل الاعداد دي كلها، فبيرموا بالاربعه والخمسه. فتخيلي او لما شفت المنظر اللي الولد نازل من بقه دمه من مناخيره دمه، وطبعا جسمه كله مزرق ومنفوخ من الميه، فالمنظر كان صعب جدا. فانا توقعت وطبعا هم خدوا الجثه وهيروحوا يطلعوا بقى على مشرحه دينهم، هتتشرح وتظهر النتيجه بكره وهيستلموا الجثه بكره. فانا شفت المنظر فعلا كان صعب جدا. الجثه نفسها فضلت طبعا لما طلعوها من الميه وفضلت من 10 الصبح او من 11 الصبح لحد حوالي الساعه، انا ماشي من الاستاد حوالي 5 ونص 6 كان الاسعاف لسه جاي وبيشيل الجثه ويطلع بيها على المشرحه. فالموقف كان صعب جدا، وحسيت مدى الاهمال اللي كان موجود من الاكاديميه طبعا اللي كانت مسؤوله ان هي كان المفروض معاها عدد معين، العدد ده المفروض داخل تبع الاكاديميه ما يخش، مفيش اي حد ممكن يخش حمامات السباحه دي. فالمفروض ان العدد ده داخل تبع الاكاديميه ومثبت ان معاهم عدد معين، وفي متعلقات الولد المفروض كل واحد خرج خد متعلقات. طب متعلقات الولد ده فضلت موجوده ومحدش سال الولد ده راح فين، محدش حاول يبص حتى او يغطس في حمام السباحه يشوف حد موجود تحت ولا لا، يحاولوا يعرفوا ان يعني طب المتعلقات دي بتاع صاحبها راح فين. فان الولد يغطس وما يطلعش ويفضل موجود في المايه كل الفتره دي، حتى في استاد القاهره ما فكروش ان هم تحصل عمليه تنظيف او يحصل عمليه تغيير للميه او الكلام، كل دي برده كان بيدور في دماغي وانا موجود هناك في الموقع. فطبعا اهمال واسئله كمان كتير جدا عن الجارد او الحارس او اللي هم الجماعه بتوع الانقاذ اللي المفروض ان هو لو لقى حد اتاخر دقيقه واحده او اقل من نص دقيقه ينزل جري علشان يعمل محاولات لانقاذه. لا ده كمان ده المفروض بيبقى فيه منقذين جوه حمام السباحه، يعني جوه البسين نفسه بيبقى فيه منقذين، لان الولاد ما بينزلوا يغطسوا فيه ولاد كتير ما بيعرفوش يعوموا، فالمفروض الغطاس ده بينزل يجيبهم في نقطه الثقه. حاولت اتكلم مع والده الاستاذ بدر، كان بيتكلم مع حضرتك، قال لي ان يعني ابنه راح قبل كده الجمعه اللي فاتت ورجع تاني ما كانش فيه مشكله. وفي كتير اللي عرفته بقى الغريب اللي كنت هنسى وانا كويس اقول لحضرتك دلوقتي، ان في ناس هناك قالوا لي ان حصل الموقف ده قبل كده مع تبع مديريه التربيه والتعليم بتاعي، كانوا حافظين تبع الاكاديميه نفس الاكاديميه دي، وفي ولدين غرقوا والموضوع ما اثرش او ما حدش عرف عنه حاجه.
فعشان كده انا صممت ان انا ما طيب. حتى مع اسراء الامن ان هو يخرجني، كنت مصمم ان انا اعمل الموضوع. لا انت عملت الصح جدا وبرافو عليك، وده يعني مش غريب عليك وعلى المهنية بتاعت شباب اليومين دول الصحفيين. بشكرك جدا على هذه المداخلة. ده محمد ابو علي الصحفي بموقع فيتو، اللي زي ما حكى دخل يعني متخفي كده بعيدا عن انظار رجال الامن اللي كانوا رافضين دخول الصحافة، اكيد لاسباب معروفة، وقدر ان هو يجيب لنا هذا المقطع اللي بتعبر فيه والدته عن لحظة صعبة جدا جدا، وهي لحظة اكتشاف غرق ابنها الشاب. الحقيقة انك انت لما تيجي تفكر في هذا الموضوع هتلاقيك في عناصر معينة لازم تكون حاضرة بقوة في هذا الموضوع. انعدام الضمير تماما، وجود بيزنس او سبوبة برضو، يعني هو ده الاساس في الموضوع، لان الموضوع ده ما بيتعملش يعني مجانا، ده ناس بتاخد اجر علشان تدرب هؤلاء الشباب. وبعدين بعد كده بقى يعني وصلنا لمراحل اكتر بكتير من انعدام الضمير، وهو عدم الاكتراث بالانسان ولا بحياته. ليه؟ لانه قعد في المية غرقان وميت 24 ساعة كاملة.